تتكسر الأمواج على شاطئ البلدة. منظر المدى الأزرق وحقول الموز التي تحيط ببلدة السرفند جنوب لبنان يوحي بأن البيئة هنا نظيفة، لكن بين زوايا المكان ثمة مشاهد صادمة. هلا رايحين على بيت بيفرز، صرنا من بداية المشروع من 3 سنين. نحن دائما بنفرز بشكل يومي، بس يتجمعوا يصيروا كمية منيحة عم نتصل بسليم، نبعته على الواتساب مسج وبيجي بياخذهم للنفايات. ما يقوم به سليم هو مشروع أطلقته جمعية شعاع البيئة وأسمته دليفري نفايات. دليفري نفايات المقصود فيه يعني واضح جدا انه بناخذهم من البيت، ما بنوصل بناخذ هذا الحق. ومؤخرا نحن اخذنا من وزارة الاقتصاد شهادة حق الملكية الفكرية بهذه التسمية الجذابة اللي هي دليفري نفايات. نحن مباشرين بعملية التوعية حول الفرز من المصدر، لأنه منشوفه هو الحل الأمثل لحل مشكلة النفايات. لحد اليوم صرنا قاطعين 19 بلدة أو قرية بجنوب. مرض طفله دفعه لتكريس حياته من أجل تنظيف البيئة التي سيكبر بها دانييل، فتطوع في جمعية شعاع البيئة. بحسب ما خبرونا الأطباء إنه هيدا التشوهات بالقلب اللي عنده هيدي سببها الرئيسي من حرق النفايات. نحن محاطين بكمية كبيرة من التلوث، يعني إذا بتعدن هلا في عنا كذا مكب عم بيولعوا بشكل دائم. من لما صارت المشكلة من بدايتها أخذت قرار إنه بلش كرس كتير جهد للوقت لفرز النفايات ولحماية البيئة من وراء مرض دانييل. بعد 3 سنوات من مرض دانييل تراجع حجم النفايات، لكن قلب هذا الطفل سيظل مريضاً إلى وقت طويل. لم يستطع سليم يونس أن يفصل قلبه عن قلب طفله دانييل. من أجل قلب فلذة الكبد غير كل مسار حياته، وظيفته، اهتماماته، مكان سكنه، وتحول إلى ناشط بيئي كي لا تعتل قلوب أطفال آخرين جراء سموم النفايات. النفايات التي يعجز لبنان عن إيجاد حل جذري لها حتى الآن. لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي، بلدة السرفند، جنوب لبنان.